يعني رابط ثاني وثالث، مش إشكال يعني. تمام؟ كم صعب انه بس لا نقضيها تتحمل. أستاذ؟ لا انت خلينا ماشيين، بعدين بصير خير. القواعد اللي ضايل صغيرة يعني، مش اشي كتير، بس انه بدنا نحل تمارين الكتاب. بنختمهم اليوم صح؟ اليوم المفروض نخلص الوحدة الأولى، يعني لو أخذته على مرحلتين بتخلصوا الوحدة الأولى. أوكي؟ ما اه يعني ما لأنهم صغار حمسوش يا الخط، جماعة. القواعد صغار، بس أنا شكلي طرت لفوق بدي أرجع نرجع للقواعد. هلا متأكدين الأوبليجيشن ما أخذتوها صح؟ طيب ماشي أوكي. هاي ارجع على صفحة 18. تمام؟ روحي على صفحة 18. أوكي؟ الآن القاعدة اسمها Obligation and Prohibition. Obligation تكتبي معناها اللي هي إيش؟ إجبار. Obligation معناها الإجبار. تمام؟ خلينا ننزل هاي هون. Obligation اللي هي الإجبار. اوكي هلا نكتب لكم هون هاي obligation، نشوف عربي ولا انجليزي، الله اعلم. هذا شو طلع؟ هاي اجبار. هل هي أكتب. هلا بكتب ما تخافيش علي. هاي بس بدي اشوف، مش مبين عربي ولا انجليزي، الله إنجليزي اعلم. إنجليزي. صيني طلع. هاي اجبار، هاي اجبار. اوكي obligation اكتب عليها اجبار. تمام؟ كتب. prohibition معناها حرمان او منع، حرمان أو من. او منع، حرمان. الله اعلم كيف طلعت، فيها الف ولا مش فيها، الله اعلم. هاي فيها الفتين، خلاص ما علينا. هاي حرمان او الحماس حرمان او منع. منع. اوكي او بمعنى اخر اسمها معاني افعال ايش؟ معاني افعال المودلز، ما عندي معاني جمال. افعال المودلز. الان ركزي قبل ما نبلش نحل. تمام؟ بدنا نرجع لهون، انتبه شوي. الآن أول نص عندنا، في عندك للقاعدة هاي ثلاث مؤشرات. أول مؤشر اللي هو اسمه إيش؟ necessary. شو معنى necessary بالعربي؟ ضروري. ضروري. تمام؟ هلا necessary لما تشوفيها مثبتة، إذا كانت مثبتة يا جماعة اللي عندها صوت تهدى رجاءً، او هسه بلقي الصوت كامل. necessary مثبته معناته بنستبدلها بايش؟ بكلمه must، من الضروري. اوكي عندك نفس الكلمه بتيجي منفيه not necessary. اوكي not necessary منفيه معناته بدك تستبدلها بالشكل التالي، اما don't او doesn't have. او doesn't have to، يا إما حسب طبعا السبجكت، إما don't أو doesn't إيش have to. تمام؟ don't have to صح يا أستاذ؟ don't لا don't لحال don't أو doesn't have to don't أو doesn't إيش have to. أوكي okay. يعني بعد ما تختاري don't أو doesn't بتجيبي have to حسب ايش السبجكت. هذا المؤشر الاول. اوكي الان نيجي للمؤشر الثاني. المؤشر الثاني عندك كلمه allowed. allowed معناها مسموح. انتوا سامعيني ولا لا؟ تمام. allowed معناها مسموح. اوكي يعني ممكن تستبدليها بكلمه ايش؟ كان. الآن إذا كانت not allowed، not allowed منفية، شو بدنا نحط بدالها؟ cannot. يا إما تستخدمي can't أو mustn't. مين اللي بتجلي؟ مين القاعدة اللي بتجلي؟ مش عارف أنا والله. في كساتين
كاسات وصحون طائرة أما كانت أو ما سنت. أوكي؟ هذا المؤشر الثاني. المؤشر الثالث وهو الأهم وركزوا عليه لأنه عادة هاي الأشياء اللي بتيجي في الامتحان منه اللي هو كلمة شد. كلمة شد طبعا تستخدم للنصيحة. شد إذا كانت مثبتة جوابنا بده يكون بالشكل التالي. ركزي بدك تحطي بدالها عبارة طويلة. if I where you where I would you فاصلة I you would. تمام؟ يعني هاي للنصيحة صح أستاذ؟ هي تستخدم للنصيحة طبعا. إذا if I were you إيش بحكي؟ I would. وبعدين في تكملة إذا كانت should منفية يعني جينا لشد إذا كانت shouldn't مثلا تمام أو should not منفية شو بده يكون جوابنا؟ يكون جوابنا if نفس I were you I wouldn't if I were you بس بدل would شو ممكن أحكي؟ wouldn't بس بتضيف النفي I wouldn't if I were you I wouldn't يعني بهذا الشكل wouldn't if I where طلعت كبيرة where you فاصلة I إيش I wouldn't بعديهم بيجي بس صح؟ آه بالضبط. طيب هاي أصعب شغلة بدك تعمليها. أوكي مش في تصميم ثالث للإف والروز شيء طيب 3 مطلوب منك في الفصل الثاني مش هلا بعدين احنا مش على الاف كلوز تحديدا هاي الاف كلوز راح نقرا كمان شوي الاف كلوز حكيت لنا المعلمه يا بنت الحلال في وود انفينيتيف هاي الصيغه الثانيه تايب 2 راح تقريها اليوم وفي وود هاف فيرب 3 وود هاف فيرب 3 هاي تايب 3 تايب 3 مطلوب منك في الفصل الثاني تمام استاذ صوتك كثير واطي صوتك كثير واطي غريبه لا لا الصوت تمام أنا صوت... عادي الصوت من عندك معناته علي الصوت انت هاي البنات سامعات نكمل طيب انتبه شوي الان ارجع الى الدرس اوكي ارجع الى الدرس نفسه طلعي لي على هذا المثال اذا حكينا It is necessary بدالها إيش must It's not necessary بدك تحط don't or doesn't have to Allowed بحط مكانها can Not allowed بحكي mustn't أو can't التنتين صحيحات تمام Should if I were you I would و shouldn't if I were you I إيش wouldn't تمام طيب الآن انتبه للمثال الأول You are not allowed to come late You are not allowed to come late. وين المؤشر اللي عندك؟ Allowed. 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 الآن اسألي حالك. Allowed هاي مثبتة ولا منفية؟ منفية. طيب شو بديلها إذا؟ Mustn't. يا mustn't. لا mustn't أو can't. واحدة منهم. تمام؟ خلينا نحط مثلاً can't. Can't. عادي زي ما بدنا نحط. آه ثنتين صحيحات. نعم. لأنه نفس المعنى. إذا خلينا نستخدم can't مثلاً. هذا مش راضي يحول أول حول هاي كانت أوكي حطينا كانت اتركيها أوكي اتركيها ما تحليها كمليهاش بعدين نيجي للخطوة الثانية الآن طلعي لي على المثال الثاني It's not necessary for فرح to buy this mobile شفتوها جملة ثانية تمام الآن هلا not necessary مثبتة ولا منفية؟ منفية 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 شو بديلها؟ doesn't don't have أو doesn't هاي عندك هون don't أو doesn't have to طب فرح شو بتاخذ؟ doesn't إذا بكتب فرح إيش؟ doesn't إيش؟ have to doesn't have to أوكي؟ إذا شلنا المؤشر شو حطينا بداله؟ doesn't have to ممتاز اتركيها روح على المثال الثالث it's not necessary for Sarah or it's necessary for Sarah to study hard ايش المؤشر اللي عندك necessary
اسألي حالك مثبت ولا منفي؟ مثبت. المثبت شو بده اذا؟ ماست فقط. لا. بس ماست. ركزي نسيسري مثبتي هيها بس ماست. اوكي اذا شو بحكي؟ سارة ماست. تمام. طيب اوكي نيجي للمثال الاخير. I think وهذا بتتركز يعني هاي الحالة اللي بتتكرر في الامتحانات. I think you should see a doctor. شو المشكلة اللي عندك؟ Should. ممتاز. اسألي حالك مثبت ولا منفي؟ مثبت. إذا شو بدي أحط بدل should؟ هيا. If I were you. I would. هم بعطوك طبعا البداية if I. لأن نكملها الشكل التالي. I were. If I where you حطي فاصلة بعدين ايش I would okay. I would طيب تمام الان هاي نعم مش فاهم مش I would لحاله يعني لا 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 بدك تكمليها if I where you I would كاملة okay. If I were you بدنا نحطها بالجملة الثالثة احكي مالها لما بدي أكمل بدي أحكي مثلا لما بدي أكمل بدي أحكي مثلا سارة ما تستدي هارد ولا بس تستدي هارد بحدث كثير هلا اشتروا شوي عندكو غاز بدكو غاز مين عنده سيارة الغاز مين بدها غاز؟ هاي في غاز عندكم أبصر عند مين؟ الله أعلم. المهم هلا ركزي معاي على الحل، أوكي؟ ركزي على الحل. انتبه شوي. الآن أول خطوة بدلنا إحنا المؤشر، صح؟ الجملة الأولى حطينا you're not allowed حطينا can't، صحيح؟ الجملة الثانية حطينا doesn't have to. الجملة الثالثة حطينا must لأنه necessary مثبتة. الجملة الرابعة حطينا if I were you I would. طبعًا if I were you I would هاي بعطيك if I were أو if I بدك تكمليها كاملة شو بضل علينا الخطوة الأخيرة اللي هي تكملة الجملة تمام هلا هاي بسموها أفعال مودلز لازم يجي وراها فعل مجرد يعني كل هاي can't must doesn't have to where you I would كلها مودلز شو بدنا فعل مجرد وين بلاقي الفعل المجرد ركزي معي أول خطوة بتدوري على كلمة to دوري على كلمة to في تو في قبليها ايوه بالضبط في تو في الجمله الاولى في تو تمام شو بنعمل في الحاله هاي نحذف اللي قبليها تلغي تو وما قبلها يعني كل هذا الحكي اللي هون نعم نعم استاذ انا قطع النت عندي وطلعت ممكن تعيد من وين تعيد طب من وين بلشت انت لسه ما كملناش نعيد كمان مره انا كلك غلبه طيب ارجع معي هون احنا كتبناهم هذول الان عندك هاي المؤشرات necessary بتاخذ must not necessary منفيه بتاخذ don't او doesn't have to allowed مثبته ركزي في مثبت ومنفي بتاخذ can allowed منفيه not allowed بتاخذ mustn't او can't واحده منهم الان should مثبته if I were you I would shouldn't if I were you I wouldn't تمام الان طلعي على الامثله اللي عندك طلع على الامثله الآن شو المثال الأول عندك؟ allowed مثبت ولا منفي؟ منفي شو حطينا؟ يا mustn't يا can't شو جوابنا هون؟ can't صح؟ can't طيب الثانية necessary مثبت ولا منفية؟ مثبتة لا طلع عليها منفي شو بحط؟ إما don't أو doesn't have to أو doesn't حسب السبجكت فرح تأخذ doesn't ما تأخذ don't كلمة لها doesn't have to الثالثة طلع على necessary مثبت ولا منفي مثبتة إذا شو حطينا must فبدك تنتبه للنفي must. لأنه بغير المعنى الرابع عندنا should تمام مثبت ولا منفي مثبت ممتاز إذا شو بحط مكانها if I where you I would يعني هاي قاعدة حفظ مش قاعدة أصلاً هي تبديل معاني الآن آخر خطوة بدك تكمل الجملة نرجع للجملة الأولى بالدوري أول إشي على تو في تو بالجملة الأولى في بتلغي كل شيء تو وما قبلها يعني هاي you are not allowed to كلها بلغيها ما
ملهاش داعي لأنه استبدلناها. شو بضل علي؟ نكمل الجملة. شو بصير حلي؟ You can't إيش؟ Come إيش؟ Late. You can't come late. هيك صار عنا الجملة جاهزة. تمام؟ تمام. طيب. يعني ما هو الفعل نخليه زي ما هو. لا ما هو اصلا بيجي مجرد يعني بيكون جاهز. طيب روحي لي على الجمله الثانيه. فيها تو الجمله؟ نلغي فيها الغي تو اللي قبلها بتلاقي حالك عند الفعل اصلا. شو بكمل هلا؟ شو بكمل؟ باي اللي هي باي ذس ذس موبايل. فبنحكي بالشكل التالي باي ذس موبايل. احنا رجعنا للصفحه اللي فوق. خلينا نجي هون. اذا هون نحكي you doesn't have to ask buy this mobile. This mobile. هيك صارت الجمله محلوله وجاهزه. تمام. نيجي للمثال اللي بعده هون. it's necessary for Sarah to study hard. necessary مثبت استبدلناها بايش؟ must. هلا بدنا نكمل الجمله. الغي في تو بالجمله عندك؟ في الغي تو اللي قبلها. شو بصفي علي؟ ساره ماست ستدي هارد. ساره ماست ستدي هارد. اوكي خلينا بس. نعم احكي. معلش تعيدها. معلش تعيدها. شيء اللي عيدها؟ هاي على نيسيسري مثبته ولا منفيه؟ مثبته. تمام. شو استبدلناها؟ شو حطينا بدالها؟ وين تو؟ بدل نسيسري شو حطيت انا اول شيء؟ حطيت ماست صح؟ ماست. تمام. هلا الخطوة الثانية في تو في الجملة؟ اه في. الغي تو اللي قبلها. شو بصفي الحل عندك؟ بس بتكملي الباقي اللي بعد تو. شو بصير حلي؟ سارة ماست ايش؟ ستدي هارد. بنكمل هاي بالشكل الثاني. ستدي هارد. طيب اطلعي على المثال الأخير وركزوا على آخر حالة. I think you should see a doctor. If I were you, I would. هلا دوري في الجملة في تو؟ لا ما في. إذا ما لقيتي تو شو بتعملي؟ بتدوري على إما should أو shouldn't. يعني إذا ما في تو طبعا في الحالة مش راح تلاقي تو. بندور على إما should أو إيش؟ shouldn't. تمام. هاي الحالة دائما مرتبطة بshould أو shouldn't. أوكي؟ في عنا should أو shouldn't؟ شو عنا؟ في. شد. بعنا شد. تمام. مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. هلا احنا استبدلناها if I were you I would صح؟ هلا بتلغي شد. هذا الحكي كامل شد وما قبلها بتناشية. شو بصفي حلي؟ if I were you ايش؟ I would. see a doctor. I would. بنكمل. see a doctor. see a doctor. هيك بطلع حلها جاهز. تمام. طيب الآن هي بس احفظوا هذول المؤشرات ويعطيكم ألف عافية. إذن خلينا نكملها اللي هي see a doctor. مين عندها سؤال على اللي أخذناه؟ لا أستاذ كله مفهوم. طيب أوكي تمام. هلا بدنا نروح على تمرين. احنا بنسميه تمرين كوكتيل عشان نحل من هاي القاعده. تمرين كوكتيل. روحي على صفحه 21 اتوقع 21. هذا التمرين طلع عليه. في عندنا ثلاث امثله. ثلاث امثله بتحكي عن هاي القاعده تبعتنا. طب كيف تندل هاي القاعده؟ من خلال ايش؟ المؤشرات. من خلال المؤشرات. ممتاز. من خلال المؤشرات. طب اي جمله عندنا بتحكي عن هاي القاعده؟ يلا الرابعه والخامسه والسادسه. بس الرابعه والخامسه والسادسه. ممتاز. طيب يعني بدنا نحل هلا الجمله. الرابعه هاي اوكي. الخامسه. الرابعه والخامسه وايش كمان؟ والسادسة. تمام. طيب مين بدها تحل لي الجملة الرابعة؟ يلا حل يا أستاذ. يلا مين معي بس؟ سجل. أنا سارة. سارة خلاص يلا. احلي سجل. حلي سارة بعدين. طيب سجل بعدين سارة. يلا it is
It isn't necessary to switch off the screen. هلا المؤشر عندنا necessary بس هو نفي فبنستبدله ب don't أو doesn't have to. وعندنا you بنحط don't have to. إذا نسى you شو بدي أحكي؟ don't. Don't have. Have. To. الخطوة اللي بعدها. بديها من عند to وما قبلها بنحذف. بنكمل الجملة. تمام بنلغي تو وما قبلها شو بده يصير تكملتي you don't have to switch off the screen switch off the screen and then you don't have to switch off the screen تمام طيب الجملة اللي بعدها يلا سارة يلا يلا تفضلي You are not allowed to touch this machine. عنا not allowed يا إما منحط mustn't يا إما منحط can't. تمام شو بدك أنت؟ Can't. هاي can't. أوكي. بعدين نحذف عند to واللي قبلها. شو بنكمل؟ بعدين touch this machines. Then you can't touch this machine. أوكي. تمام انا بدي احل يلا مين اللي بعدها مين معي ضحى يلا يا ضحى I think you should send a text message اوكي مثبته should تمام. فبنحكي if I were you هلا بك معطيني ايش يا معطيني ايش يا ضحى if I شو بكمل if I were you you تحط فاصله وبعدين بدل should بنحط would I would send if I were, a text message. ممتاز. If I were you, I would. وبعدين بنكمل اللي هي إيش؟ Send a text message. Message. صير بالشكل التالي. I would send a text message. هاي هي قاعدتنا. عندكم سؤال عليها؟ لا. لا طيب هلا ضايل حسب الوقت اللي قدامي 8 دقائق تمام اوكي بدنا نرجع نحكي عن الاف كلوز سريعا اذا فصل الهايب انا بعطيكم اشاره انه راح يفصل بنرجع نعطيكم رابط ثاني او خلينا نحكي عن اشياء ثانيه عشان نبلش بقاعده جديده في الرابط الجديد تمام معاي انتو طيب هلا بدي اسالكم سؤال انا بالوحده الثانيه احنا خلصنا قاعده يوستو صح والماضي التام المستمر اصلا كنا ماخذ بس وحده تفتح لي الدرس على الماضي التام المستمر الوحده الثانيه تمارين الكتاب محلوله ولا مش محلوله بس تاكدوا لا مش محلوله طيب. لا مش محلوله يعني احنا ماخذين القاعده بس مش حلين تمارين الكتاب لا طيب الشغله الثانيه ولا واحدة فيكم بعتت لي الامتحان يعني اليوم نفرض نخلص الحصة اللي هي الوحدة الأولى لازم على تختبري حالك تبعتي الامتحان اللي هو هذا السبع لازم خليتهم بس ما بعثت لك إياهم طيب ليش ما بعثت تأكدت بالإجابات صح ولا غلط لا كيف بدي أتأكد أنا بعثت الإجابات اللي بتحب أبعث لها الإجابات وأبعث لها الإجابات موجودات يعني نزلتهم على الجروب أفضل أنا نزلتهم على الصفحة على الفيسبوك في الإجابات تبعت اللي تمام؟ هلا أنا بدي أول شيء اختبري حالك وبعدين نحكي طيب نرجع لكم بشكل سريع في مين حكت عن القاعدة الماضية ما فهمتهاش بشكل سريع مين حكت عنها؟ أنا شو اسمك؟ فاطمة يا فاطمة ركزي معي فاطمة حكينا بالشكل التالي في شيء اسمه مؤشرات مشتركة صح؟ في شيء اسمه ايش؟ مؤشرات مشتركة بتعرف تتعامل مع المؤشرات ولا لا؟ لا طيب هذول اصلا بدهم حفظ يا فاطمة يعني مثلا هلا في عندك ثلاث مؤشرات مشتركة اللي هم شور اوكي وسيرتن وديفينيت مش هيك كتبنا شور سيرتن ديفينيت تمام؟ هلا اسالي حالك نفترض انه قبل شهور هون قبل شهور شفتي هاي العلامه اللي هي not
أو أن. تمام، نت أو أن. معشور عادة بيجي نت أو أن. تمام، قبل شور هول شفنا نت أو أن. تمام، شو صارت نت شور أن شور؟ هلا قبل سيرتي نفس الاشي، شفنا نت أو أن. ديفينيت هاي بحطوا قبلها نت أو إيش أو إن. تمام، الآن هذا المؤشر اللي عندك الآن اطلعي لي هون، صار عندي not sure unsure, not certain uncertain, not definite indefinite. هذا اسمه علامة نفي. النفي هذا جاي قبل المؤشر ولا بعد؟ قبل. قبل. إذا لما يكون قبل معناته بيحكولنا هون هاي الأشياء تأخذ إيش؟ تستخدمي معاها كلمة might. تمام؟ طيب نيجي لشغلة ثانية. طرد هاي المؤشرات نفسها صار بعدها النفي، يعني اطلع هون صارت هيك sure not, certain not, definite not. النفي جاي قبل ولا بعد؟ بعد. بعد. إذا بعد معناته بيحكون نستخدم إيش؟ can't. تمام؟ طب إذا ما في نفي أصلاً لا قبل ولا بعد؟ must. أخدي must. ممتاز. هيك بتعامل مع الثلاث كلمات هدول، هدول مؤشرات مشتركة. هلا في مؤشرات مش مشتركة. تمام؟ أهمها اللي هي زي perhaps، لأنه عليها مثال في الكتاب. تمام؟ perhaps هاي على طول شو بتعطيكي؟ تعطيكي might مباشرة، يا مي يا might، استخدمي might. هلا بنيجي للحل. تركيبة القواعد كتبنا لكم 8 حالات تقريبا، يعني is am are بتصير be. موجودات عندك؟ اكتب. طيب افتحي عليهم، بدي أعطيكي مثال عشان نشوف كيف بدنا نحل. مثلا بيحكوا لنا بالشكل التالي: I am sure that Fatima is ever. تمام، حطوا لنا تحت هون بداية الحال اللي هي فاطمة. هلا بدي أسألك سؤال. اوكي، كيف بعرف انه حل على هاي القاعده؟ عندنا شور. ممتاز، اتركيها. هلا اول خطوه شايفه شور هاي، اتركيها. اذا عندنا اول شيء شور، هاي شايفتيها؟ تمام، بدنا شور. اوكي، الان الخطوه الثانيه هاي شور، اخذنا من هون شور. اوكي، طيب الخطوه الثانيه هاي شور، امشي بعدها في عندنا سبجكت فيرب صح؟ اه. الفاعل هيو فاطمه مزبوط؟ اللي بعده شو بيكون؟ بيكون فعل، يعني صار عندنا ايش؟ فاطمه اللي هي السبجكت، واز اللي هي ايش؟ الفيرب. صار عندنا حلنا بهاي الطريقه. تمام، هلا نيجي لنقطه ثانيه. إذا صار عندنا هاي فاطمة subject verb صح؟ طيب شور اسألي حالك، مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. طب شو بحط بدالها؟ طلع هايها مؤشر مشترك ولا مش مشترك؟ مشترك. لما أحكي مشترك يعني بدي أتأكد في نفي قبلها؟ لا. في بعدها؟ لا. لا. طيب لما ما يكون لا قبل ولا بعد شو بدي أخذ؟ must ولا can't ولا might؟ must. تأخذي must. إذا هون بكتب له must. إيه؟ الخطوة اللي بعدها شايفة هاي فاطمة سبجكت موجودة فوق صح؟ تلغيها مع اللي قبلها كامل، بتلاقي حالك وين؟ عند الفعل، عند إز. إز شو حسب الحالات شو بدها تصير أصلها؟ باي. بي. بي مش باي. إذا شو صار حلي؟ فاطمة must be clever. clever. وبعدها بتحط نقطة، هيك خلصت الجملة. تمام؟ هذا حلنا. فأول شيء ادرس المؤشرات، ميزة بين مشترك مش مشترك، أوكي؟ وبعدين ادرس تصريف الأفعال اللي أخذناهم الثمان حالات. وإذا في شيء بترجع تسأل عنه، تمام؟ الآن هلا بدنا ننهي الحصة عشان نبعث لكم الرابط عشان نبلش بشيء جديد. اتفقنا؟ أستاذ؟ نعم. اتفقنا. طيب هاي القاعدة لما يعني لما تكون زمن الجملة أصلاً تكون بالبريزنت، لأن استحوق لما تكون بالبريزنت مالها؟
أي إشي present بدك تحطي له بالشكل التالي اللي هو base تمام، وأي إشي ماضي بدك تحطي له have وتصريف ثالث، ما تخربطيهم. أي إشي present راح يكون جوابنا base، وأي إشي ماضي بده يصير have وverb 3. أوكي أوكي يلا ألا بس استنوا لحظات عشان أجهز لكم الرابط اللي بعد. يعطيكم العافية الله يعافيك.